احنا ما يفيدنا لا اصلاح ولا احزاب، كل شيء ما يفيدنا غير الحكم، كلها تسقط، كلها ما نريدها الحكومه. ترى حضرنا الحاويات بعد كم يوم نطبقهم بالحاويات ونذبهم. حضرنا الحاويات يا عادل عبد المهدي، انت واحزابك شلع كلكم نيابه عن المتظاهرين. اولا نشكر اخواتنا المنتسبين على تعاملهم الراقب للمتظاهرين السلميين. ثاني شيء احنا رسالتنا بالنسبه على المحافظات، محافظه النجف خصوصا، السياسيين ما نريدهم، عملاء واذناب ايران والدول الخارج ما نريدهم. يا اخي حلوا عنا، ما نريدكم. من 2003 مليارات الولايات المتحده قالت 700 مليار دولار واردات السياسيين من 2003 لليوم. العراقيين بطاله، العراقيين يجدون بالشارع، العراقيين ياكلون الانقاذ، العراقيين يعني بطالة كل شيء ما عندنا. احنا في الحالة شو نسوي يعني؟ المسؤول ابنه يروح هناك يدور سوارف مكسرة وباحيات وارقى المستشفيات بالخارج، واحنا حصر علينا المغذي او حصر علينا ابرة الباراسيتول اللي هي سعرها بربع دينار. يعني لا متى نبقى الحل؟ احنا ما نريدكم. لو السياسي ياخذ بالشهر 1000 دينار ما نريدكم يا اخي. احنا ان شاء الله النجف الاشرف نبقى صامدين للموت والسلمية للموت، ونطالب بحقوقنا. نريد برلمان ماك، لانه تعبنا. برلمان يسلمون فلوس رواتب هم وعوائلهم، والشعب باقي حال الضيم حاله. لا من مستشفيات بيها حظ، ولا من مدارس بيها حظ، ولا من بنى تحتيه بيها حظ، كل شيء ماكو. فانا لله وانا اليه راجعون. البدايه احيي كل اخواني الطلبه طالبات جامعه الكوفه. اليوم يعني انا كنت متفاجئ، توقعت راح يطلعون طلاب، بس ما توقعت بهاي الاعداد. ما شاء الله من ساحه الصدرين جامعه الكوفه خط ابيض واحد، يعني ثوره الطلاب ما شاء الله. انا متفاجئ، هاي وحده. وحده ثانيه، انا من الناس ما محتاج شيء وقاعد بسلام وامان، بس انا عليه من طلعت اكو غير اتعجب عن اللي يقول انا ما محتاج شيء اقعد بالبيت. ليش؟ انا طالع على موت هاي الناس الفقره، انا قاعد ببيتي ما محتاج شيء، بس طالع على هاي الناس الفقره. فاناشد اللي قاعدين ببيوتهم على مود اخوتكم، هاي الفقره اللي بيوت ما عندها، اللي وظيفه ما عندها، اللي ما عندها لا اللي ما يتعين، اللي ما يجي، يعني ناس تريد تتزوج تريد تكون نفسها ما عندها. فاتمنى من كل الناس تطلع وتشارك اخوتهم بالمظاهرات. مطالبنا هي واضحه يعني امام الشعوب وامام انظار الحكومه كلها، بس نقول للحكومه خلي يكون بعلمهم النواب واعضاء مجلس النواب مو يذبون استقاله وهذا، لا نحاسبهم بالقانون من 2003 لحد 2019 من يذبون استقاله. اين راح المال العراقي؟ وين راح النفط؟ النفط يعاملون الشعب العراقي، يصدرون البرميل النفط ب 80 دولار والشعب العراقي فقير. وين تروح النفط؟ الايرادات مال النفط وين تروح؟ للاحزاب، الاحزاب اللي سوت ميليشيات او سوت ما سوت الطائفيه بالعراق. نريد بالقضاء بالاحزاب والطائفيه، ونحن اخوان سنه وشيعه كلنا احنا واحد، ويزيديه وصابئه كلنا احنا واحد، ولا نريد التفرقه. احنا اولا مطالبنا واضحه، احنا لا احنا كطلاب ما نطالب لا بتعيينات ولا نطالب بحياه مثل ما كان نطالب بها، كهرباء او ماء او هاي الشغلات.
احنا نطالب اولا محاسبه المسؤولين. مطالبنا واضحه، اولا مثلا عندنا هواي طلبات، مثلا اولا مجلس النواب الاعداد هاي مالته الضخمه بدون فائده على الميزانيه والحراسات، وهاي التكلفه على الميزانيه مال الدوله هي بدون فائده. ثانيا مجالس المحافظات نريد نطالب اقالته، حل مجالس المحافظات، من يحتاج مجالس محافظات بدون فائده؟ ثالثا الاعضاء مال مجلس النواب رفع الحصانه وجعل رواتبهم مقاربه الى رواتب الموظفين العاديين. المطلب الاخر عندنا هي تقليل الفوارق الطبقيه بين ابناء المجتمع، بين رواتب مال الموظفين اقرب الفوارق، وبدل ما انا اوظف له موظف مليونين مليون ثلاثه، اوظف لي شباب هسه اذا تعطيه 300 الف هو يطلع، اذا تعطيه 300 الف يطلع ويتوظف. ثالثا العفو، او على المطلب الاخر انه المنافذ الحدوديه مسيطره عليها ميليشيات، اذا ما نقدر نقول احزاب، عشائر، يعني عصابات مسيطره عليها. نريد هاي المنافذ الحدوديه تصير بيد الدوله. عندك النفط بالنسبه للميناء، الميناء مسيطر عليه عصابه، ومعروفه عند اهل البصره انه النفط هي اللي مسيطر عليه على الميناء. يعني هاي طلبات نحن نطالب، ما نطالب تعيين ولا نطالب هاي، نطالب انه نحارب اهم شيء الفساد، ونحارب تقليل الفارق بين ابناء الوطن والنواب، تقليصهم ورواتبهم تقل، بالاضافه لجميع الرئاسات الثلاث. اول شيء عمري 17 سنه ونزلت هنا، اول شيء تغيير النظام، تعديل قانون الانتخابات، تعديل الدستور، اهم نقطه تعديل الدستور هو اللي المطالب اللي يريدن بس. واهم شيء الدين ما يتدخل بالسياسه، لان اذا الدين دخل بالسياسه راح تلاس مثل ما شفناه من 2003 ولليوم. هاي اهم مطالبنا، احنا حاضرنا ما ضامنين ومستقبلنا ما ضامنين، ووطن ما عدنا، حتى العراق الجوازه هو اخر شيء بالترتيب. انا طالب تحليلات مرحله ثانيه. احنا طلعنا كشعب واحد، احنا ما عندنا مطالب، احنا ما عندنا مطالب، وما نريد شيء من هذه الحكومه، اللي يريده فقط انه يستقالون ونرتاح منهم، لان جربناهم اكثر من مره فشلوا بالاختبار، وبعد صبرنا نفذ. احنا نطالب التكوين حكومه انقاذ وطني، هي السبيل الوحيد لانقاذ هذا البلد، حكومه انقاذ وطني تكون من اصحاب الكفاءات العاليه، مو اي واحد، من اصحاب الغير العراقيه ذو اصحاب الكفاءات العاليه. وهذه الأحزاب كلها لازم تتفكك، ما يبقى ولا حزب، لأن دولة ما عندهم غيره. ويعني رحمة للشهداء اللي سقطوا، وإحنا باقين، وما نرجع من اعتصاماتنا لحد ما يتغير النظام للنظام الجمهوري أو الرئاسي. احنا اليوم 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 فئة الشباب، فئة الطلاب، فئة الكسبة، حتى فئة الموظفين، الكل اعتصم. معناها شنو؟ ترى الأوراق كلها انكشفت، كل شيء انكشف. احنا هسا واعين، الطبقة المثقفة، الطبقة الواعية، احنا لما نطلع ونغير منو اللي يطلع ويغير؟ احنا لازم نوقف وقفة صحيحة، اعتصام مفتوح. شنو الدراسة؟ طز بالدراسة، بكل شيء طز. احنا لا ما نغير نظام، لا ما نغير حكم 16 سنه، لا يعني الرواتب الفائقه، الميزانيه الفائقه، قاعدين بنص الخير ما شفنا خير.
يعني شنو يعني انت العمر ايش قد هو العمر؟ بس اريد اعرف ايش قد العمر حتى تاخذ هاي الرواتب الفادحه. هاي الاحزاب، هاي الاحزاب شفت حزب فاد مواطن، ميليشيا صار بيناتها فرهده والوطن فرهد. احنا اليوم طبقه مثقفه نوقف ويا المتظاهرين، لا ما تصير ايد واحده ما تنحل الامور هاي ابد. اليوم نريد عراق واحد، وطن واحد، ما يصير هيك. يعني خير الكلام ما قل ودل. مطالب المتظاهرين في عامة العراق والشعب النجفي بصورة خاصة إسقاط حكومة عادل عبد المهدي. لم ولن تبرد قلوب الشعب العراقي إلا بإسقاط حكومة عادل عبد المهدي، لكونه القاتل الأول لدماء الشهداء. خلال شهر واحد سقط مئات الشهداء وآلاف الجرحى، وهذا من العار على عادل عبد المهدي أن يبقى بالسلطة، والشعب يطالبه أن يستقيل إن كان له ذمة وضمير أن يقدم استقالته فورا. رئيس اللجنة المجتمع النجفي خاصة يطالب بحل مجلس المحافظة وليس تجميد. التجميد هذا من نفاق السلطة. نطالب الشعب العراقي بإلغاء تام وليس تجميد لأعضاء مجلس المحافظة ومجالس الأقضية والنواحي، وإلغاء رواتب رفحاء الذي سنوها هم وليس للشعب العراقي. هذه مطالب بصورة عامة وليس خاصة. تظاهرات واعتصامات وعصيان مدني منضبط، ولا نسمح بأي متجاوز أو مندس يحاول الاعتداء على المقرات الحكومية، فهذه هي مقرات الشعب والممتلكات العامة والخاصة. هذه ممتلكات شعب وليس ممتلكات الأحزاب. اعتصاماتنا مفتوحة دائما وسلمية سلمية سلمية. محافظة النجف الأشرف، وأؤكد على سلمية مظاهرات محافظة النجف الأشرف، واعتصاماتنا مفتوحة ومطالبنا كلش بسيطة ومن حقنا المشروعة. أنه أول شيء تعديل قانون الدستور، زين نفصل السياسة عن الدين، لأنه الدين ما يسيس. السياسة عبارة عن كذوبة هي أصلا بالأصل. وثالث مطالبنا استقالة الحكومة كافة وحكومة جديدة تنتخبها الشعب. هاي الشباب الجديدة، هاي الشباب اللي كلها طاقات مفتوحة. بالنسبة لمظاهرات النجف سلمية والكل تشهد لها، قوات الأمن ويانا، ورود وزعوا، ماي وزعوا، هاي كل العالم تشهد، أعلام بحق مشهودة للعالم. وانا اليوم ثبتت لي مظاهرة النجف أفضل المظاهرات، مع احترامي للشهداء على عيوننا وعلى رؤوسنا. ضحينا ضحينا احنا 1 أكتوبر، طينا شهداء وطينا جرحى والكل تشهد لها. بس هاي المظاهرات تختلف، وإن شاء الله تبقى سلمية ويعني صريحة قدام العالم كله وللإعلام، والإعلام موجود كله، وإحنا موجودين ومعتصمين وباقين معتصمين لحتى غير النظام. مطالبنا ما عندنا غير مطالب. بعد عشان مطالبنا ماي، كهرباء، ما أدري شنو، تعيينات، هسه بعد ماكو. مطالب شعب، مطالب شعب تغيير النظام. كل شيء ما استفاد من الحكومة، لا صحة، لا تربية، لا خدمات، لا تعيينات، كل شيء ماكو. يعني ما محاصصة لهم هم بس، هم والأحزاب. أنا الأحزاب شو سووا بي الحزب؟ أنا الحزب جاي يخدم لي الحزب؟ لا، جاي يخدم مصلحته أو ربعه بس. هاي هي ما لا شفت حزب طالب حقوق، لا شفت حزب سوال شقق الفقرة اللي ما عدها، لا المستشفيات، لا مدارس. أكو حزب، أكو حزب بنا مستشفى. هذا أكد على نقطة رئيسية، نقطة يعني من عدها ننطلق، أنه هذه النقطة مظاهرات النجف وسلمية تظاهر النجف الذي أشاد بها العالم بأجمع. مظاهرات النجف لم تكن عن فراغ سلميتها، سلميتها جاءت من خلال الشاب الواعي المثقف الأستاذ الدكتور المحامي. هذه خيام الاعتصام الثابتة أمامكم هي المحامية النجف لطلاب الهندسة، لطلاب الطب، للقانون، للشعب العراقي ككل. ولكن النقطة اللي أريد أوضحها أنه سلمية مظاهرة النجف جاءت من المثقف الإنسان الواعي الطالب. كلنا طلاب وكلنا مثقفين نعتبر قيادة في هذه التظاهرة. التظاهرة سندت من قبل ناس مثقفين واعين يعرفون بحقهم، ثبتوا أخوانهم المتظاهرين دعوة من خلال قناتكم الكريمة الباقي محافظات العراق العزيزة بأن يرتدي المثقف مكان المظاهرة ويطالب بحقه وحق أخوانه بشكل مثقف وأسلوب حضاري يليق بالشعب العراقي. نحن لا نملك سوى راية الله وأكبر والوردة، كل احنا أخوان معتصمين نطالب بحقنا بطريقة دستورية وقانونية. اليوم نحن أمام مطالب حقنا الريدة، حق مشروع ناخذه بطريقة قانونية، طريقة سلمية، ونوصل رسالة للعالم.
انه سلميتنا، سلميه مظاهرنا، مستمرين بالاعتصام. اليوم انا طالب قانون مرحله ثالثه، قد اتعرض الى عقوبه، قد اتعرض الى تسجيل غياب، لكن اجيت اسند اخوي الانسان، اوصل له رساله، احافظ على سلميه المظاهره، اوصل رساله للعالم بان احنا مثقفين العراق، اساتذه العراق، طلاب العراق. المظاهره ليست عشوائيه، المظاهره مبنيه على نقاط جوهريه، مبنيه على اساس مثقفين واساتذه واقفين في هذه التظاهر. هي ليست مظاهره عشوائيه ومظاهره كما يدعون حزبيه وتسويف ومماطله في القضيه. القضيه قضيه انسان مثقف واستاذ وطالب وكادح وعامل وكاسب يطالب بحقه بطريقه مشروعه وسلميه. نحن سلميين معتصمين الى ان تحقيق المطالب. اليوم طالع الشعب بدون محرك، بدون محرض، كل شباب وشياب اتفقت على مبدأ واحد، نحاول نريد إصلاح، نريد تعديل نقاط بالدستور، نريد مطالب مشروعة. أي مطلب غير مشروع لا يمثل المتظاهرين، أي مطلب غير شرعي ما ناس عليه الدستور، ما ناس عليه القانون ما يمثلنا. ما موجهة ولا مقادة ولا متحركة ولا مسيسة ولا مسيفة من أي طرف من الأطراف. المظاهرة سلمية بحتة، ودا نحاول احنا كشباب النجف متواجدين هنا نحافظ على مدى السلميه بكل ما اوتينا من طاقه، بكل ما اوتينا من قوه. رساله الى كل اللي يسمعنا، لا سياسي موجهنا، لا محرض محرضنا، لا مسيف مسوفنا، مظاهراتنا سلميه، نسعى الى اصلاح الاهداف اللي طالعين عليها بالمظاهره. اولا تعديل بعض النقاط بالدستور، اثنين بعد تعديل الدستور استقالة البرلمان، استقالة أعضاء مجلس المحافظة، إقالة المحافظ، تعديل بعض القوانين الدستور، وأولها أنه يحق لأفراد بدون أحزاب الترشيح والصعود. مو مثل سلة وهاي يجمع أصوات، ما كفى ذبح على الوراء صعدونا واحد ما نعرفه. احنا مطالبنا تغيير الحكومه، وانت مثل ما تشوف الشعب كله طالع انه ضد الحكومه، بعد شويه الحكومه تستحي، لان انت مثل ما تعرف هاي المظاهرات اللي جايه تصير بالدول اللي يظهرون 100 200 يستحون ويستقيلون، احنا حكومتنا مستحى ما عندها الظاهر، وهت تشوف الشعب كل طوائفه هو طالع مظاهرات ويريد تغيير الحكومه، احنا ما نريد انه حزب يضم الحزب. احنا نريد الحكومه تتشكل خارج الاحزاب، لان الظاهر جربنا الحكومه 16 سنه من داخل الاحزاب ماكو فايده. وانا احب اوجه شكر وتقدير باسم اهالي النجف للنواب اللي استقالوا، فعلا ذولا يعني ناس عندهم مستحى وعندهم غيره على بلدهم واستقالوا. احنا ما نريد كل سياسي يطلع يقول انا مع المتظاهرين، لا انا طالع ضدك، انت مو وياي، انا طالع ضدك، واهل النجف واهل الناصريه واهل البصره واهل كربله وكل الشهداء اللي سقطت طالع ضدك. احنا ما نريد واحد ينصب علينا يقول انا وياكم، لا احنا طالعين نريدين غيرك، انت فاسد وجربناك وتاكدت لك فاسده، ماكو كتله مو فاسده بالبرلمان، كتله ضم الكتله، كلهم فاشلين، لا يعرفون يقودون بلد، لا يعرفون يقودون خدمات، لا يعرفون يقودون تعيينات. احنا ما طلعنا على خبزه، كلها طالعه ترى اساتذه ومدرسين ومحاميين وعندهم خير من الله، بس احنا طالعين نظام بالعراق نظام فاشل. احنا طالع تغيير النظام من برلماني الى جمهوري، لان احنا جربنا البرلماني 450 سارق، مو 450 برلماني، واحنا نريد نغير هذا النظام، وان شاء الله معتصمين لحين اسقاط النظام. اولا هذه مو مظاهرات، هذه انتفاضة شعب، أحسنتم، هذه انتفاضة شعب. وثانيا أشكر قناتكم الفاضلة لنقل الواقع رغم الصعوبات اللي جات تعرضوا لها والضغوطات وكل الأمور هاي، لكن احنا عندنا فتح حكي اللي ما جاي واحد يعبر عنه. كل الشعب العراقي بمثقفي بالكاسي بالعامل بالفلاح كله تعرض للسرقة وللنهب المنظم، جاي تفهم قصدي، للنهب المنظم، للسرقة، ظلم، استبداد، أحزاب ظالمة اتكاتفت ببيناتها وتعاونت على ظلم الشعب العراقي. جاي تعرف شنو تنفيذ سمالي علاقة، يقول أجندات خارجية ما أعرف شنو، زين هذا كل الحكي ما يفيد. احنا اليوم نطالب كشعب العراقي كل هذا بكل 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 طوائفه بكل صفاته، من كان من موظف من دكتور من فقير من كاسب من عامل،
الى اولا حل الحكومه زين، وهذا يعني فد شيء يسير يعني مو ترى قبلكم حكومات شلبت بالكرسي وتالي مصيرها للاسف يعني مخزي، جاي تعرف شنو قصدي، وشي واقع حال هذا تاريخ، والتاريخ ترى اليوم يعني ما يرحم احد، وهذا اليوم ترى نوقف في يوم المحشر وكل ما يتحاسب على اعماله. هاي الاصوات اصوات نشاز وتريد يعني عندها مصالح خاصه ومستفاده وناس يائسه وتريد تأيس الشباب. احنا يمكن جت ايام مثل اللي واحد عنده شك، كل انسان بداخله يصير شك، شكينا بان هذا الجيل الواعي اللي اثبت وعيه وثقافته، شكينا بيوم من الايام ان العراق ضاع، انتهى ما له مستقبل، لكن انا واحد من الناس يعني ايقنت وامنت بان العراق حي وباقي ومستمر الاعتصام ومستمر الانتفاضه الى كل الحقوق والواجبات والمطالب تتنفذ. جزاكم الله خير ونسال الله التوفيق، وانتم اخواننا ان كان هاي التسميات بكل المسميات سنه وشيعه كله ماكو فرق، مسيح انا عندي اصدقاء مسيح وعندي اصدقاء سنه، عندي اصدقاء شيعه، اهلنا خوالنا عمامنا، فهذا شيء عايشين من الاف السنين، ما يجون هذول الحثاله يخربون هاي المجتمع الطيب هذا، هذا اللي اصل العروبه اصل الكرم. الرسالة احنا باسم اولاد علي باسم النجف، احنا صارنا اليوم يوم 25 يوم 28 صارنا 3 ايام مستمرين ونبقى نستمر. يعني النجف شو اقول لك يعني لعبت ارواحتها والحسين، يعني الناس لعبت ارواحتها، انا هذا فراشي وياي وجاي احتصم، لا اليوم لو يوم بعد هم بعد شهرين احتصم، يعني طقت ارواحتها الناس، يعني ماكو شيء. شوف المحافظه يعني يوم على يوم قاعد تقل، ما شوف الشباب تعيين ماكو، شغل ماكو، حركه ماكو، يعني الناس قاعد حركة محل يفتح ويعزل ماكو شغل، يعني مين هاي؟ ليش هيك رئيس الوزراء هالمجالس المحافظة ليش هيك؟ يعني النجف شنو هذا اولاد على هذول حركة ماكو بيها ليش هيك؟ طال لي 4 ايام وياهم وعمره 70 سنة. الله يسعدك يا حاج. ولا حتى مسكن شبر واحد ما عنده بالعراق، شبر واحد ما عنده بالعراق، وانا طالع على مود الشباب هاي. 70 سنة يدفع بعربانة. شهادته بجيبه يدفع بعربانة، هاي بيا حق هاي، أغنى بلد احنا بالعالم، أغنى بلد. احنا نريد رئاسة واحدة، ما اريد لا احزاب ولا هاي، اسقاط الحكومة كلها، لا مجلس محافظات ولا اقضية ولا نواحي، رئاسة واحدة اريد. حنوصل رسالة للعالم كله، مظاهرات النجف سلمية للنهاية، للنهاية، ما تتدخل بها كل احزاب، وراح نبقى على سلميتنا ونعتصم، وهدفنا الاساس لا بطالة ولا خدمات ولا اي شيء، جايين على شغلة واحدة، احنا نريد طرد الاحزاب كلها برا. الأحزاب الإيرانية، الأمريكية، التركية، أي أحزاب مدعومة من الخارج ما نريدها. إحنا نريد نظام من داخل العراق، من داخل العراق، من هاي الناس، هاي الطلبة، هاي الكسبة، من هذا الشعب، من هذا الشعب نريد. إحنا ما جايين على 130 ألف يطينا رشوة، ما محتاجين رشوة من الحكومة. إحنا عمالة أسبوع طلعت الله على 70 ألف. إحنا نريد تغيير العملية السياسية، ولا نريد استقالة عادل عبد المهدي، عادل عبد ضحية لهم، ضحية للأحزاب. احنا نريد تغيير العملية السياسية بأكملها. حقيقة اليوم الرسالة اللي وجهتها محافظة النجف الأشرف بشبابها بمتظاهريها حقيقة رسالة لا توجد في كل أنحاء العراق، رسالة بينت بأن سلمية التظاهرات وبينت حقية مطالب اليوم الفرد العراقي وخصوصا الفرد النجفي. لذا احنا نكرر بعد ايضا همنا نشدد على اخوتنا المتظاهرين الشباب، لان هي هاي حقيقة ثورة الشباب، هي حقيقة انتفاضة الشباب، حقيقة هي مظاهرات الشباب. احنا نوجههم اليوم عدم المساس بالدوائر، بالممتلكات العامة، بالممتلكات الخاصة، لان هاي امالنا، هاي حقوقنا. الاظفر الواحد اذا راح من متظاهر شاب يسوى السياسيين من اعلى سلطة الى ابسط موظف. اليوم الشاب اليوم جاي طالب حقه، ما جاي يقاتل، هي مو معركة وانما هي مطالبة حقوق. فعليهم ان عدم المساس بالسلطات الأمنية، وإن إحنا صار أكو تفاهمات مع السلطات الأمنية، إجوا من خدمة المتظاهرين ويقولوا إحنا أخوتهم زين، فنهيب إحنا أكو دوائر مهمة الخدمية المفروض ما حد يصل إليها زين، تبقى وتشتغل، تبقى مفتوحة، تبقى تمارس أعمالها الصحة.
عالي الدقة بالتنظيم، ولهذا المحافظات أغاظت سلمية التظاهرات في النجف، أغاظت بعض السياسيين، بل أغاظت معظم السياسيين، أغاظت أعداء العراق يردون، لأنه النجف هي مصدر القرار. اليوم النجف الأشرف هي مصدر القرار العراقي، عندما تصير أحداث شغب العراق كله احترق لأنه النجف. طالما النجف الآن سلمية والنجف محافظة على أهله فالعراق بأمان، ولهذا ما يردون للعراق في أمان أعداء العراق. أنا أقول لك الاعتصامات راح تبقى مفتوحة ومستمرة لحين تنفيذ مطالب شعب. إحنا مطالبنا اليوم عبرت أو تعدى سقف المطالب، ارتفع سقفها. اليوم مطالبنا ليس كهرباء وليس ماء وليس هذه حقوق. هذه اليوم إحنا نطلب تغيير النظام، وتغيير النظام القصد به من برلمان نيابي إلى رئاسي. اليوم نريد الشعب هو ينتخب رئيس الجمهورية، هو ينتخب المحافظ، هو يختاره. حقيقة هي رادوا يركبون الموجة بالنسبة لبعض السياسيين الذي قدموا استقالة. نجي إلى مجلس محافظة، أعضاء الذي قدموا استقالة إلى مجلس المحافظة هي غير قانونية. أولا هو مجلس المحافظة غير منعقد، الآن تلاحظ أنت جنابك الآن مغلق مجلس المحافظة. الاستقالة من يقدمها العضو لازم يصوت عليها يلا تنقبل، هذا واحد. إذن هي ما مقبولة، وإنما ضحك على ذقون الشعب، والشعب واعي لهذا التصرف مالتهم. ثم اليوم يقدم استقالة والجكسارات عنده والحقوق عنده وبيت قاعد وكربان قاعد والحمايات عنده. أي استقالة هذه؟ إلى عدة استقالة ينزل مع الشعب حتى يقول أنا موجود، هاي انزع سترته وأنزل مع الشعب، أنا حاضر، حاسبوني إذا بايق. إذا هم كلهم صراق كلهم لصوص ما فائدة الاستقالة؟ نحاسبهم واحد واحد. حتى في المطالب ذكرت شكو عقار، شكو عقار أخذ مسؤول أو أخذ حزب لازم يرجع إلى الدولة. ولا ما أكو بعض الأصوات من مجلس محافظة النجف طالب من مجلس النواب بأن إعادة تقدير العقارات من جديد، لا، إعادة العقارات إلى الدولة. زمان نظام الصدام الكافر ما سجلوا عقارات باسمه. هذا الشارع اسمه شارع الرفاق، كل البيوت الموجودة به كانت مال الرفاق، أخذوا أعضاء مجلس المحافظة وأخذوا المسؤولين وأعضاء مجلس النواب. هذا كلنا نرجحن. هذه الكيان الساعة هذا الأمامك، هذا المبنى، هذا مال الدولة، مال الشعب، مال هاي الشباب، ليش أخذوه؟ هذا في ثورة العشرين في كل العقارات الموجودة، هذا هنا أخذوا العقارات، بيت المحافظ القديم، هذه البناية كلهن أملاك الشعب، أملاك هاي الناس الفقراء موجودة، ليش يأخذون مال شنو؟ عد هو أحسن من عندي؟ أحسن من هذا الشاب؟ لا، هو إنسان سافل ونذل وحقير، لأنه اعتدى على أموال الشعب، اعتدى على الأموال العامة، فلهذا يحاسب ونشكل محاكم عليهم. وإن شاء الله ولا نكتفي بهذه المحاكم، لا، المحاكم إن شاء الله عادلة تختص من عندهم، وكل درهم حتى نلاحقهم عن طريق الأنتربول. العراق دخل في معاهدة أو اتفاقية الأنتربول، نلاحقهم خارج العراق وين يروحون؟ في كل الدول. العراق الآن داخل في معاهدة، في زمن صدام ما دخل العراق في معاهدة أنتربول، الآن هو داخل، وانطارد كل السياسيين اللي أخذوا أموال، ويرجع للعراق إن شاء الله بهمة رب العالمين وهمة هاي الشباب الغيارة. تعال 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 تعال